على الهاتف الدكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدوليه. دكتور حامد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ شيردي، اهلا بيك واهلا بمشاهدينك الكرام. التطورات المستمره في هذا الملف، رجعوا تاني كل ما حذرت منه مصر وكل اللي مصر قالت عليه، والسيناريو بدا تنفيذه دلوقتي بعد 25 يوم. يعني انا اللي مستغرب له ان لماذا العالم اخذ فترة طويلة جدا لغاية لما رسخ في ذهنه أهمية دخول المساعدات بقوة، إيه ليه كل هذه الفترة والآن بتتنفذ المقترحات المصرية اللي أعلنا عنها من أكتر من 20 يوم؟ على مر التاريخ يا أستاذ شيردي، دايما الرؤية المصرية بتكون رؤية ثاقبة وبتكون رؤية استباقية واضحة وسابقة لكل الرؤى الأخرى. المجتمع الدولي وبالأخص الإدارة الأمريكية والغرب كانوا ينظرون بعين واحدة، وهي عين الأعور، تجاه القضية الفلسطينية. ولكن بعد تبني وإظهار أن الرؤية المصرية هي الرؤية الصحيحة وهي الرؤية التي تحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بدأنا نشعر أن هناك تغير نوعي، سواء في موقف الإدارة الأمريكية أو في موقف الغرب، بأن يكونوا مدركين لخطورة ما يحدث من قبل إسرائيل، وعليهم الآن أن يضغطوا على حكومة نتنياهو لوقف الحرب بشكل كامل حتى لا تتحقق الرؤية المصرية بشكل كامل، وهي اتساع دائرة الصراع. وده اللي أكد عليه مرارا وتكرارا الرئيس السيسي والدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية، التي أكدت على أن استمرار إسرائيل بهذا النهج أحادي الجانب واتخاذ وعمل كل انواع الجرائم في قطاع غزه، بالاضافه الى منحها ضوء اخضر لتنفيذ ما تقوم به، سيؤدي بما لا يدع مجال للشك الى توسع دائره الصراع. والنهارده يا استاذ شيردي في متغير نوعي جديد جدا، وهو ان يعني اهم الصحف الامريكيه والستريت جورنال بتقول بالحرف الواحد ان مجموعه فاغنر ستمد حزب الله ب منصات صواريخ وبمنظومه. كنت لسه قدامي الخبر اهو، الخبر اهو، كنت لسه هسالك فيه، او في اطار ايه، ان كل ما الايام بتستمر، وكنت قايل كده في المقدمه، تتسع دائره الصراع والكل بيستعد بقى. ما هو ده اللي انا باكد، ما هي ده تعارض افكار بيني وبين حضرتك، لان يعني كل ما هو نحدد ونكشف للراي العام العربي، لان برنامجك لا يشاهده مصر فقط ولكن العالم العربي بشكل عام، لابد ان وايضا يترجم للقوى الدوليه ولكل وسائل الاعلام الغربيه ولاسرائيل، لان ده برنامج من اقوى البرامج، وده ليس الا واقع. ولكن في ظني وتقديري انه يتم عندما يتم رصد هذا الحدث، فده دليل على ان المنطقه كما اشرت لحضرتك وتحدثنا سويا في حلقه سابقه، من ان الصراع لن يتحول الى حرب اقليميه فقط، ولكنه سيتحول الى ساحه صراع دولي. وده اللي ظهر بشكل واضح جدا من تدخل فاغنر مع حزب الله منذ قليل، اطلاق اكثر من 17 صاروخ من قتائب القسام في لبنان على اسرائيل وعلى البحر الاحمر في ايلات، والجبهه الداخليه المشتعله في الضفه الغربيه وايضا في غزه، بالاضافه الى الحوثيين في اليمن. كل ذلك سيؤدي بما لا يدع مجال للشك الى اتساع رقعه الصراع بشكل كبير، وبالتالي على العالم كده. وبدات اوروبا تتحرك تحركات مختلفه النهارده في اتصال هاتفي، يعني الرئيس تلقى اتصال هاتفي من رئيس وزراء هولندا، والراجل داخل بيقول ان لازم، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول لازم يتحرك المجتمع الدولي، نفس الرسائل المصريه، علشان نوقف اطلاق النار. الراجل الهولندي بيشكر مصر وبيقول احنا عايزين نوصل مساعدات انسانيه اكتر، وهنساعد مصر على المساعدات الانسانيه الاكتر بتاعتها. ولكن ايضا وزاره الخارجيه المصريه عامله اجتماع مع كل السفراء الاجانب في القاهره علشان عمليات الاجلاء. ده في نقطه معالي النائب مهمه جدا لازم نشير اليها. منذ يعني على الرغم من ان القاهره هي كانت محط اهتمامات كل دول العالم، ولكن كان في زياره مهمه جدا جدا غيرت مسار التوجه الغرب الاوروبي تحديدا، وبالاخص زياره الرئيس الفرنسي ماكرون، وده اللي شاهدناه في كلمته امام اجتماع الاتحاد الاوروبي، واللي تبنى بشكل واضح
وجهة النظر المصرية من ضرورة فتح مسارات إنسانية، ضرورة إيصال المساعدات لقطاع غزة، العمل على قصر الحصار على قطاع غزة، العمل على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، ضرورة أن تكون هناك هدنة إنسانية. لو رجعنا لكلمة رئيس ماكرون أمام الاتحاد الأوروبي، هي نفس توجهات القيادة السياسية المصرية. واجتماع الاتحاد الأوروبي كان بعد زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة بيوم واحد فقط، ودي دلالة مهمة جدا على تبني وجهة النظر المصرية، ليس فقط لكون هناك صداقة استراتيجية بين مصر وفرنسا، ولكن لصحة السردية المصرية، لصحة الرواية المصرية، لصحة الرؤية المصرية القائمة على تحقيق السلام. واليوم ايضا شاهدنا سحب لبعض السفراء للدول من الدول العربيه، وايضا توجهت اسرائيل ايضا لسحب سفيرها، وده يدل على ان هناك فجوه ستزيد يوم عن يوم وتتسع دائره الصراع، وهذا لن يكون في صالح الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها الخاسر الاكبر من هذه المعركه وبعدها اسرائيل، بل ان اسرائيل والولايات المتحده سيخسرون كثيرا في ظل حاله من الصراع الدولي المحتدم في منطقه الشرق الاوسط، وفي ظل ان في اقطاب مهمه جدا اقليميه كمصر ودول الخليج والمنطقه العربيه بشكل كبير ستتخذ موقف في الفتره القادمه نتيجه استمرار اسرائيل بشكلها المتعنت من عدم الوصول الى تفاهمات سياسيه. دكتور حامد فارس بسكوك، شكرا جزيلا استاذ العلاقات الدوليه على هذه المداخله.